لا يزال اللقاء المرتب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري يسيطر على عقول المهتمين بالشأن العربي والدولي في العالم، وذلك عقب سنوات من القطيعة بين الدولتين وسط ترحيب تركي بهذا اللقاء وشروط سورية مقابل إتمامه. لتكشف صحيفة مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عن موقع هذا اللقاء، كشفت صحيفة تركيا المقربة من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عن مكان اللقاء أردوغان والأسد، حيث قالت إنه سيتم قرب بلدة كسب الساحلية السورية عند معبر حدودي بين البلدين، وذلك الشهر القادم على أقصى تقدير، إلا أنها أكدت على احتمالية حدوث مفاجأة أو تغيير في هذه الخطط. وقالت الصحيفة أن أجهزة المخابرات بين الدولتين عقدت 3 اجتماعات حاسمة في الشهر الماضي، فيما تشارك الاستخبارات الروسية في التحضير لهذا الاجتماع المرتقب. وتابعت أن رئيس الاستخبارات الروسية قد زار تركيا والتقى نظيره التركي للتحضير من أجل هذه القمة المرتقبة، حيث اتفق الجميع على مكان وموعد هذا اللقاء، وكان الاقتراح الأول في العاصمة العراقية بغداد، إلا أنه تم استبعاد الفكرة وطرحت تركيا فكرة المكان الجديد للقاء. كما كشفت وسائل إعلام تركية عن طرح إمكانية عقد هذا اللقاء في العاصمة الروسية موسكو، إلا أن مصادر دبلوماسية نفت هذا الطرح مؤكدة أن اللقاء لن يتم في أي مدينة روسية. ورحب الرئيس السوري بشار الأسد بإمكانية عقد لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلا أنه وضع بعض الشروط لإتمام هذا اللقاء المرتقب. وقال الأسد في تصريحات للصحفيين على هامش انتخابات مجلس الشعب في سوريا: إذا كان اللقاء مع الرئيس التركي يؤدي إلى نتائج، أو إذا كان للعناق، أو إذا كان للعتاب، أو إذا كان لتقبيل اللحى كما يقال بالعامية، يحقق مصلحة البلد، فأنا سأقوم به. نحن إيجابيون تجاه أي مبادرات لتحسين العلاقات مع تركيا، وهذا شيء طبيعي. لا أحد يفكر بأن يخلق مشاكل مع جيرانه، لكن هذا لا يعني أن نذهب من دون قواعد، واللقاء بحاجة إلى قواعد ومرجعية. وتابع الأسد في تصريحاته: هل سيكون مرجعية اللقاء إلغاء أو إنهاء أسباب المشكلة التي تتمثل بدعم الإرهاب والانسحاب من الأراضي السورية؟ هذا هو جوهر المشكلة، ولا يوجد سبب آخر. فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعقد لقاء مع نظيره السوري بشار الأسد، مؤكداً على عدم وجود أي مانع لإقامة علاقات مع أنقرة. وقال أردوغان في نهاية الشهر الماضي: لا يوجد أي سبب لعدم إقامة علاقات بين تركيا وسوريا، ومستعدون للعمل معاً على تطوير العلاقات مع سوريا تماماً كما فعلنا في الماضي. وفي أول يوليو الجاري قال أردوغان: سنوجه دعوتنا للأسد، وبهذه الدعوة نريد استعادة العلاقات التركية السورية إلى نفس المستوى الذي كانت عليه في الماضي. وتعود التوترات بين تركيا وسوريا إلى عام 2011، وبالتحديد مع اندلاع التوترات في سوريا وما أعقبها من أحداث مشتعلة ورفض الجانب التركي بقيادة أردوغان لكافة الإجراءات التي اتخذها الأسد. وكان الموقف التركي في البداية دبلوماسي، حيث دعت أنقرة إلى إجراء إصلاحات سياسية، ولكن تغيير هذا الوضع عقب إرسال تركيا وزير خارجيتها مولود شاويش أغلو في ذلك الوقت إلى دمشق لتوجيه رسالة شديدة اللهجة قبل أن يطلب نظام أردوغان بتنحي الأسد. ثم أعقب هذه التوترات تعليق تركيا لأنشطة سفارتها في دمشق وإغلاقها بسبب تدهور الظروف الأمنية في البلاد. كما تشكل الجيش السوري الحر من المنشقين على الجيش السوري في تركيا، ونظم المجلس الوطني السوري مؤتمراً في تركيا للتخطيط للإطاحة بالأسد. وعقب ذلك سيطرت تركيا على عدة مناطق على الحدود السورية، وبالتحديد في شمال بلاد الشام، حيث قالت إن هذه العمليات تهدف إلى تحقيق ضرورات أمنية وسياسية واقتصادية. وفي عام 2016 طالبت روسيا من تركيا عقد اتصالات دبلوماسية وأمنية مع الجانب السوري من أجل منع تسلل عناصر التنظيمات المتطرفة إلى الأراضي السورية عبر منطقة غازي عنتاب التركية. وفي عام 2019 بدأت مباحثات حل الأزمة السورية بحضور عدد من المسؤولين وأطراف النزاع إلى جانب المعارضة السورية وإيران وروسيا وتركيا بحضور سوري. وبحلول عام 2022 بدأت الانفراجة في إمكانية عودة العلاقات بين البلدين، حيث أعلنت روسيا وتركيا عن محادثات على المستوى العسكري،
وأيضاً الاستخباراتي لبحث الأزمة السورية. ومن ثم اقترحت روسيا خريطة طريق جديدة لعودة العلاقات بين تركيا وسوريا، ما يسمح للحكومة السورية باستعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد، بما يضمن أمن الحدود مع تركيا. فيما تدخل العراق في مايو الماضي من أجل الأزمة بين البلدين، وأكدت الحكومة العراقية على وساطتها لإنهاء الخلافات بين سوريا وتركيا والتوصل إلى تفاهمات مشتركة بين البلدين. وشهدت ولاية قيصر التركية في نهاية الشهر الماضي يونيو ومطلع الشهر الجاري يوليو تطورات خطيرة بين أتراك ولاجئين سوريين بسبب شريط فيديو انتشر في ذلك الوقت. وكانت البداية مع انتشار مقطع مصور لشاب سوري يتحرش بطفلة في أحد المرافق العامة، مما أثار غضب أتراك اعتقدوا أن الضحية تركية، وترتب على هذا الفيديو خروج الآلاف إلى الشوارع في حالة غضب ضد كل من هو سوري الجنسية. كما اعتدت مجموعات من الأتراك على اللاجئين السوريين في ولاية قيصر التركية وأحرقوا ممتلكاتهم وحطموا سياراتهم في الشوارع، مطلقين شعارات تطالب بترحيل جميع السوريين واستقالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي أعقاب هذه التوترات أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليقايا اعتقال 474 شخصا على خلفية الأعمال الاستفزازية بعد الأحداث التي شهدتها قيصر، ما ترتب عليه من تدهور الأوضاع الداخلية من جديد. وأثارت هذه الأزمة من جديد مشكلة اللاجئين السوريين وضرورة عودتهم إلى بلادهم، وهو ما تدعو إليه العديد من الدول في العالم مؤخراً، وخاصة الدول التي يتواجد بها عدد كبير من المواطنين السوريين. ومن ناحية أخرى، رفض حزب النصر التركي اليميني المتطرف استمرار تواجد اللاجئين السوريين في الأراضي التركية، وعلق الحزب على الأحداث في ولاية قيصر قائلاً: ردة فعل طبيعية من الأتراك الغاضبين على ملايين اللاجئين الذين وصلوا إلى تركيا على مدار 13 عاما. وأضاف الحزب: انتهى وقت الضيافة، وعلى أردوغان التحدث مع بشار الأسد وإعادة السوريين إلى بلادهم. إذا كان السوريون يرون أن تركيا دولة عنصرية، فلماذا يبقون فيها؟ الحرب في سوريا يبدو أنها انتهت، وليس هناك سبب منطقي لبقائهم، فقد سئم الشعب التركي من كثرة السوريين. وتابع: ما جرى قد يتكرر، أنا لا أشجع على العنف، لكن القضية وصلت إلى مرحلة مبالغ فيها، ومن الأفضل أن يرحل هؤلاء، لماذا لا تستقبلهم الدول العربية؟ السوريون عرب، والدول العربية أولى بهم من تركيا، يجب أن يرحل السوريون من هنا، يمكنهم العودة إلى بلدهم وبناء دولتهم، وفي المستقبل يمكنهم المجيء إلى تركيا كسياح وليس كلاجئين. وأرجع البعض هذه المطالب بترحيل اللاجئين السوريين بسبب تدهور الأوضاع المعيشية في تركيا وتدهور العملة المحلية الليرة وانهيار مستوى المعيشة في البلاد. وأرجع البعض في تركيا السبب وراء ذلك بسبب تزايد عدد اللاجئين السوريين في تركيا وما ترتب عليه من سعي أردوغان إلى إنهاء الخلاف مع الأسد من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.